الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلاب الصف السابع في الدرس الثاني سلم الزمن الجيولوجي. المادة العلوم والفكر الرئيسي من هذا الدرس معرفة تاريخ الأرض من خلال سلم الزمن الجيولوجي. إذا الفكر الرئيسي من الدرس إنه بدنا نعرف تاريخ الأرض من خلال سلم الزمن الجيولوجي. كيف استطاع العلماء معرفة تاريخ الأرض؟ استطاع العلماء معرفة تاريخ الأرض وذلك بترتيب الأحداث التي مرت بها الأرض من الأقدم إلى الأحدث. إذن كيف استطاع العلماء معرفة تاريخ الأرض وذلك عن طريق ترتيب الأحداث التي مرت بها الأرض من الأقدم إلى الأحدث. إذا وسموا هذا الشيء بسلم الزمن الجيولوجي. وين إجوا لنعرف ليش سموه بسلم الزمن الجيولوجي؟ كلمة سلم كيف سموه ليا أو لماذا سمي سلم الزمن الجيولوجي بهذا الاسم؟ لأنه يدل على تدرج السلم إلى درجات والرمز اللي أعطونا تدرج ظهور الكائنات الحية من الأبسط تركيب إلى الأكثر تعقيد. إذا هذا سمي سلم الزمن الجيولوجي بهذا الاسم، المصطلح يدلهم إياه سلم لأنه يدل على تدرج ظهور الكائنات الحية من بسيطة إلى الأكثر تعقيدا. إذا لماذا سمي سلم الزمن الجيولوجي؟ تدرج ظهور الكائنات الحية من البسيطة إلى الأكثر تعقيدا. يقسم عمر الأرض إلى دهر، حقبة، عصر، عهد وعمر. إذا تقسيم عمر الأرض حسب العمر النسبي إلى دهر وحقبة وعصر وعهد وعمر. هذول يا سابع حفظ بالترتيب، لازم تحفظها بالترتيب. إذا عهد، دهر، حقبة، عصر، عهد وعمر. خلينا نيجي هون للمخطط تقسيم سلم الزمن الجيولوجي. سلم الزمن أو عمر الأرض قسم إلى دهرين. ماذا نقصد بدهر؟ تقسيم عمر الأرض بالكامل إلى مرحلتين. إيش هم المرحلتين يا سابع؟ حقبة الحياة المستترة أو ما يسمى ما قبل الكامبري وحقبة الحياة. إذا حقبة الحياة المستترة وحقبة الحياة الظاهرة إن هي بلشت تظهر على الأرض ملامح أو علامات الحياة. ماذا نقصد بكلمة حقبة؟ هي الفترة الزمنية ما بين ظهور الكائنات الحية وانقراضها. إذا الفرق بين الدهر والحقبة، الدهر إنه كل عمر الأرض قسمت لمرحلتين اللي هي حقب. ما المقصود بالحقبة؟ الفترة الزمنية ما بين ظهور كائن وانقراضه. إيش الخصائص التي ظهرت في حقبة الحياة المستترة أو ما قبل الكامبري؟ إنها كانت قليلة التنوع. ماذا نقصد بقليلة التنوع؟ ما فيها الكم الهائل من الكائنات. كائنات بسيطة التركيب، أجسامها بسيطة التركيب وليست معقدة، يعني كجزء واحد، بدائية النواة وتعتمد على نفسها في صنع غذائها. أما لما بلشت الحياة تظهر على سطح الأرض، قسمت الحياة إلى حياة قديمة ومتوسطة وحديثة. كل حياة في إلها خصائص أو أشياء ظهرت فيها، اللي هي أول حياة القديمة السرخسيات، ظهرت فيها السرخسيات والأسماك وكائنات ذات هياكل صلبة. أما حقبة الحياة المتوسطة ظهرت فيها الأصداف ونباتات المعرات البذور والديناصورات. حكالي هنا إنها ما بين ظهور الكائنات وانقراضها، ظهرت الديناصورات في حقبة الحياة المتوسطة وانقرضت في هذه الحقبة. أما حقبة الحياة الحديثة ظهرت فيها الثدييات والنباتات الزهرية، وآخر هذه الحقبة ظهر عنا الإنسان. هيك يكون تقسيم سلم الزمن الجيولوجي يا سابع إلى دهرين. من دهر حقق تقسم عنا إلى أحقاب، حقبة الحياة المستترة وحقبة الحياة القديمة. الحياة المستترة إيش ظهر فيها؟ وحقبة الحياة الظاهرة ظهر فيها القديمة المتوسطة والحديثة. واجب بيتي هو صفحة 17 مراجعة الدرس. واجب بيتي صفحة 17 مراجعة الدرس. يعطيكم ألف عافية.